أهلا بكم من جديد. تعتبر أزمة البطالة في مصر إحدى أهم المشكلات التي تعاني منها البلاد على مدى السنوات والعقود الماضية، وأسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ انطلاقه في تراجع معدلات البطالة رغم جائحة كورونا، ليحقق المتوسط السنوي للبطالة في عام 2020 27%. دعونا نلقي نظرة على تطور المتوسط السنوي لمعدل البطالة في مصر، وهذا خلال الفترة من 2016 وحتى 2020. وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ المتوسط السنوي لمعدل البطالة في 2016 12.5%، وبعدد 3,600,000 متعطل، بتراجع يقدر ب 135,000 متعطل عن العام السابق. إذا تابعنا مع عام 2017، بلغ عدد العاطلين 3,400,000 عاطل بنهاية ديسمبر من 2017، ليسجل نسبة 11.18%، أي أن التراجع 17% عن العام الذي سبقه. أما في 2018، نجحت الدولة في خفض معدل البطالة إلى مستوى 8.19%، وهذا بسبب نهج الحكومة في المشروعات القومية التي جذبت شريحة كبيرة من العاملين. أما في عام 2019، وصلت نسبة البطالة إلى أقل معدل لها منذ عقود، وهذا بعد تسجيلها 8%، ليسجل عدد العاطلين 2,329,000 عاطل. وتعمل الحكومة وما زالت على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن والطرق الجديدة، وهذا بالطبع يجتذب نوعية مختلفة من العمالة ويوظف شرائح كثيرة. ورغم جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في 2020، نجحت الحكومة المصرية في خفض معدل البطالة إلى 27%، وهذا بفضل تخفيف قيود الإغلاق والإدارة الرشيدة لعملية الإغلاق، وتراجع عدد العاطلين لنحو 2,000,000 شخص بنهاية العام الماضي. إذن مشاهدينا، ما زالت مصر مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أفضل معدلات التنمية الاقتصادية وعلى محاور كثيرة.